واصلهم معلومات عني انه اني مقدم بالمخابرات العراقيه واني جاي استطلع مكان الرئيس. جرت وياه مفاوضات داخل المعتقل. الفلوجه كانت مطوقه وكانت عليها عمليات حربيه. اللي قال اني من دون المحكمه معبر كل هاي المعلومات الجهات ميليشياويه. فاني شلت الكتب خليتهم بالجنطه قلت لهم رجعوني من حيث اتيت رجعوني. شنو أخبار المقاومة أو التصدي للأمريكان؟